بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاتي وسلامي على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التسليم. الاسم دكتور رفع الله عبد الكريم رفع الله من جمهورية السودان، باحث في قضايا التنمية المستدامة والتمويل الريفي، مهتم بقضايا النشر. أتحدث اليوم عن خلال تجربتي مع نظام الذكاء الاصطناعي سكوبت، هو نظام مصمم عقل عربي، وتجربة حقيقة الواحد يفتخر بها. بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي سكوبت، كنت أسير اختبار إمكانية تحليل البيانات، وبدأ أساهم في زيادة إنتاجية البحث العلمي. كانت تجربة مثيرة ومفيدة، حيث اكتشفت مدى فعالية النظام. في هذا السياق أود أن أشارك بعض التفاصيل حول استخدام النظام، النتائج اللي حصلت عليها والتحديات تواجهت في استشعار النظام. بدأت تجربتي مع نظام الذكاء الاصطناعي الصعب بالخطوة الأولى من خلال التهيئة أو التسجيل في الموقع بتاع النظام. قمت بإجراء بحوث وعصف ذهني للنتائج المستفزة وتحميل المراجع بلغات مختلفة. قمت بإعداد بحوث بلغات مختلفة جدا، وكانت طريقة يسيرة وسهلة جدا وبصورة سريعة، وأدت لنتائج مسهلة في وقت قصير وجهد أقل، نتائج مسهلة ونتائج ذات جودة عالية. اكتشفت أيضا قدرة هذا النظام في معالجة المشكلات المتعلقة بضخامة البيانات واستغلال المعلومات. تبين النظام استخدام تقنيات التعليم العالي بشكل فعال، حيث قدم تحليلات دقيقة وعميقة. تحديات التجربة مثل هي تجربة تكنولوجية جديدة، ويعطي بعض التحديات أثناء استخدام هذه التقنية. في كيف نستخدم الميجا بايت الممنوح علي في النظام والخدمة اللي بشتريها، كيف أوظفها توظيف سليم وسليم مع عدم التكرار في البحوث وكذا، وأنزل الحاجة تحتاج إلى فعلا المراجع المحتاجة مع نزيف من المراجع. فريق الدعم الفني حقيقة ساعدني كثيرا في كيف أعمل إدارة وقتي في استخدام هذا البرنامج، رغم إن الواجهة بتاعت النظام بصورة عامة كانت مصممة بشكل بسيط بيساعد على الاستخدام. النتائج حصلها في تحسينات ملحوظة جدا في الأداء البحثي وتحقيق نتائج ملموسة وفرها النظام لي، لها تأثير كبير في زيادة كفاءة الأداء، مثلا في توفير الوقت والجهد. وأخيرا يعتبر سكوبت نظام الذكاء الاصطناعي أثبت فعالية في الآلة التحليلية متقدمة. أوصي كل باحث أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بتاعت نشر تسعي لنشر البحث العلمي تحسين الأداء والجودة، أن تسعى لاستخدام تحسين قدرتها على تحليل البيانات باستخدام هذا النظام والذكاء الاصطناعي سكوبت. ما يجعله نظاما ذو قيمة جدا. سكوبت هو الخيار الأمثل الذي يستحق التجربة. سكوبت هو النظام الأمثل الذي استحق التجربة.